أعلن رئيس جامعة قناة السويس دكتور ناصر مندور أن حصيلة مشاركات الجامعة منذ بداية هذا العام بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة بلغت 11 قافلة. وأوضح مندور أن الجامعة قدمت من خلال تلك القوافل الخدمات الطبية والبيطرية من الكشف والعلاج المجاني، هذا فضلا عن ندوات تثقيف صحي وتربوي وخدمات إرشاد زراعي وغيرها من الخدمات المجتمعية المجانية الهادفة لتطوير القرى والريف المصري وفق أهداف المبادرة وتوجيهات القيادة السياسية.